السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واخيرا فيديو جديده، لحقت كيكتبوا لي البنات بزاف فين غبرتي فين غبرتي. اللهم نحط لكم اليوم واحد الفيديو اللي هو واحد شنقول لكم، واحد بسطيلات بواحد الحشوه زوينه رائعه بنينه. ولكن هذه البسطيله ديال البنات درتها بالعجينه تاع المسمن، كما كتشوفوا معايا درتها بالعجينه تاع المسمن، كتجي رائعه. بقاو معايا مع المقادير ان شاء الله. اول حاجه اللي غنبدا بها هي العماره. بالنسبه للعماره درت فيها هنايا شويه ديال الكورجيت اللي حكيتو، شويه تاع البصله، واحد بصله مشلضه، ودرت واحد شويه ديال الخيزو اللي حتى هو حكيتو، قزبر معدنوس، مازال غنزيد واحد شويه تاع الثومه بودره. وبالنسبه للحم اللي غادي ندير، سواء البنات ديروا الطون، اي حاجه كتجي فيها، الطون تاع مطيشه، الطون تاع الزيت، الكفته، الدجاج. انا غندير فيه واحد شويه تاع الكروفيت كما شفتوا معايا، الله كي نقيتو، عجبتو من وجب ميت شريتو غير البارح، درتو في الكونجيلاتور. وغادي نزيد عليهم شعريه شينوا. دابا غادي ندوز للبوطه، ندوز للبوطه، غادي تشوفوا معايا العطريه اللي غادي ندير فيها. وهانتوما معايا، معايا هنايا غادي ندير واحد شويه الزيت باش تشحر. شويه تاع الملحه، الملحه الكافيه على حساب الذوق. شويه تاع البزار، البنات تقدروا ديروا حتى السودانيه، انا ولادي غادي ياكلوها، ما نقدر ندير فيها والو. دابا نقدر نحيد واحد شويه، نزيد فيه شويه تاع السودانيه وصافي. شويه ديال الخرب، هذا سكنجبير، شوية تاع التحميرة، شوية وشوية ديال الزعفران. غادي ندير واحد شويه تاع الثومه بودره، واحد شويه غادي نتسنى عليها حتى طيح مزيان. نطلق عليها البوطه غير مهيله، كيما قلت لكم غادي نستنى عليها حتى طيح مزيان، حتى تولي دابله، ما تبقاش بحال هكا عاسيه. انا خليت الماكله ديالي كطيب، هنا غادي ندوز الكروفيت، غادي نقطعو غير هكا دي بتي مورسو حيت كبير عندي. هذا وغادي نردي ما يسخن باش ندير فيه الشعريه شينوا. البنات كتجي هاد الحشوه زوينه بنينه، جربوها. صافي غادي نخلي على جنب حتى طيح ديك الحشوه ديالي، ونمشي نديرهم. دابا كندير الماء يسخن باش ندير الشعريه، وغادي ندوزها دابا للعجينه. هاهي العجينه البنات، غادي ناخدو 500 غرام تاع الطحين، غادي
بالنسبه للعجينه البنات غندير فيها واحد شويه تاع الملحه اللي تكفيني. غادي ندير فيها واحد جوج معالق تاع الزيت الروميه كما كتشوفوا معايا، جوج معالق تاع الزيت الروميه صافي. وغادي نعجنها، غادي نعجنها غير بالماء هذا بالماء بارد. صافي هنايا من بعد ما هاد الحشوه ديالي من بعد ما دخل لها الطياب صافي طابت، غادي نزيد عليها داك الكروفيت، غادي نخليها 5 دقائق. لحقاش الكروفيت ما تيبغيش الطياب بزاف. كما قلت لكم البنات في الاول تاع الفيديو تقدروا تزيدوا طون، تزيدوا طون تاع الزيت، طون تاع مطيشه، تزيدوا تزيدوا الدجاج، تزيدوا الكفته اللي عندكم في الدار ديروه. صافي هنايا غادي ندوز لديك العجينه ديالي، غادي نقطع على 4 500 غرام البنات قطعتها على 4. كما قلت لكم قطعتها على 4 وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 حتى 10 دقائق. غادي ندير لهم فيلم اليمونتير وغادي نخليهم يرتاحوا وندوزو ثاني عاوتاني للعماره. بالنسبه للعماره من بعد ما طابت وزدت عليها داك الكروفيت، كنت ديجا سلقت شعريه شينوا، زدت هنا واحد شويه تاع الفرماج الحمر البنات اللي كان عندي في الكونجيلاتور، كان عندي طري ولكن قلت هذا ما كاينش لا شي ضايع نحيدو عليا. صافي هنايا خديت ديك الشعريه اللي درت عليها امها طايبه، قطعتها بشويه تاع المقاس، قطعتها مزيان باش ما تجيش طويله. صافي غادي نديرها في واحد الطبسيل واحد الطبسيل هكا يكون كبير باش تبرد لي بيد ما قرصت العجينه. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا وجدت حدايا واحد الزلافه تاع الزيت واحد شويه تاع الزبده. هنا بديت كنقرصهم على شكل مسمن، المسمن العادي اللي كيكون مربع كنديرو مع البنات بحال شكل ماشي دائري، بحال كنديرهم على شكل مستطيل. صافي كنقرص غير بالزيت ومن بعد كندير واحد شويه الزبده اللي كنطالي بها باش كنورق. صافي وغادي نجمعها على 4. خليتها على جنب، دزت عاوتاني للثانيه، غادي عاوتاني نشاركها معكم الثانيه بحال الاولى بحال الثانيه بحال كنقرص بزيت المائده وكندير واحد شويه تاع الزبده الوسط. صافي كنديرها على شكل مربع وتنخليها على جنب. صافي هنا ساليتهم بربعه،
دزت الاولى كاع اللي قرست الاولى كاع اللي درت على شكل مسمنه. هنا مثلا قطع على 6، هنا ما كانش كان ما كانش عليا نقطع على 6، كان عليا نقطع على 4. ما جاتش، ولكن غتشوفوا معايا الثانيه غادي نقطع على 4. هنايا درت جوج مسيمنات صغيورين، شفتوا معايا كما كتشوفوا معايا، درت جوج، درت وحده في وحده ودرت العماره الوسط. ولكن واخا هكاك جاو زوينين. صافي كنعمر وكنبقى نجبد هكا في الجنب. هاد الطبسيله البنات، واحد الطواجين غير واحد الطاجين صغير كيكون شويه غارق من الداخل هو اللي درت بيه. تقدروا ديروا تزلافه، ديروا الطبسيله اللي بغيتو. هنايا غادي نعاود معاكم وحده اللي غادي نقطعها على 4. الاولى ما كانش عليا نقطع على 6، قطعت على 6، واخا هكاك جات زوينه. صافي قرست، درت في داك الطواجين ديالي وصافي، تنجمع من الجناب وكنسد البنات. راه ما كتعجن حتى شي حاجه، كتجي زوينه، كتجي رائعه. غادي نبقى نستمر على هذا الشكل هذا. غادي نشارك معكم كاع هاد الربعه هادو، نساليهم معكم وبقوا معايا. كما كتشوفوا معايا كنجر الجناب مزيان وكنسد. غادي الثالثه حتى هي كندير فيها العماره. العماره انا قلت لكم البنات ديروا اللي بغيتوا، ولكن هذه جات لذيذه لذيذه لواحد الدرجه ما تصوروش. وليداتي حماقوا عليها. صافي هنايا ستفتهم في اللاطه، وخديت واحد صفر تاع البيضه اللي غنزيد عليها واحد شويه تاع الخل، واحد معلقه صغيره تاع الخل. صافي غادي ندهنهم البنات بصفر تاع بيضه والخل كيما قلت لكم، وغادي نتقبهم واحد التقيبات بالكيردون، واحد 4 ولا 5 تقيبات. والفران كنت ديجا سخنته على 200 درجه فاش بديت كنعمرهم، سخنته على 200 درجه. وفاش خشيته في الفران، فاش خشيتهم في الفران نقص على 100 و 180. هنا خرجتهم كما كتشوفوا معايا، بديت كندير لهم هكا شويه الفرماج بحدهم سخان باش سخان باش يذوبوا عليهم. وصافي هذا هو الشكل النهائي البسطيلات ديالي بالعجينه تاع المسمن. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها تطبقوها، وتخليوا لي في لي كومونتير دي هكا لي كومونتير الا كنتو زعما جربتوها ولا شي حاجه. وصافي ما تنساونيش البنات، ما تنساونيش بلي لايك بلي جيم بلي كومونتير ديالكم الزوينين، وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.